مين منا ما عايش مع أغاني رافقت حياته بمناسبات عديدة؟ في غنية كل ما نسمعها منرجع بالزمن ومنرجع بالذاكرة للأهل والأصحاب والرفقة الحلوة. حكاية وغنية برفقكم طيلة شهر رمضان المبارك، سهرة ما بتشبه غيرها، جمعة غنائية حوارية مهضومة مع ضيوف وشخصيات من مجالات متعددة رح يخبرونا بكل صراحة ويفتحوا قلبهم وذكرياتهم مع الأغنية. حكاية وغنية معي أنا ريتا حرب، طيلة الشهر المبارك على قناة ألف اليوم. للاشتراك زوروا موقعنا alfatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.